شو عم تشتغلوا اليوم الصبح؟ الله اكرمنا انه قمنا الصبح لقينا الدنيا كلها حمامه بيضاء. نعم. والطرقات مسكره. نعم. قلنا هيك لحتى شفنا طلبنا تركسيت وطلبنا مساعده الناس. احنا مشكلين مكتب لخدمات اهليه. نعم. ومباشرة اتصلنا مع الشباب، اتصلنا مع لجنة الإغاثة والبعض من الشباب من اللجنة الأمنية الحمد لله، والكل تجاوب. الله يعطيك العافية. بلغنا التراكسيت، رحنا ما في مازوت، عبيناه هون وبلشنا، صرنا من الساعة 6 الصبح. الله يعطيك العافية. فتحنا قرعات قدام المستشفى وقدام الخبز وقدام السواق ومشينا الأمور الحمد لله. همتكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بارك الله فيكم وبارك الله بالجيش الحر وبجبهة النصرة وبالسوار ونعلم الله يعمل في مين. الله يعمل في مين.